مساء الخير ويعطيكم العافية. هلا ديفان، من بعد هاي النبرة القوية ما بعرف شو بدي أقول. أنا بدي أفكر منيح. أول شيء بدي أثني على جهد يلي ديفان عمله الليلة مع مكتب المهنيات، وهيدا الجهد يلي خلينا نكون معهم اليوم، وفرجة إنه مكتب المهنيات مصر بالرغم من كل الظروف إنه يضل موجود وناشط وعم يشتغل. هذا المكتب تأسس من 4 سنين، ولمن أسسه نديم مهنا وقتها كان أول مرة بالأحزاب اللبنانية بيكون في عند الطلاب فريق من الطلاب عم بيهتم وعم بيتابع عمل طلاب المهنة بلبنان. نحن لازم نعرف أنه طلاب المهنة بلبنان هن أساس، مثل ما هن أساس بمعظم الدول المتطورة والصناعية ويلي اقتصادها ناجح بالعالم. بس قبل ما نحكي عن المهنيات، حابب أحكي عن نقطتين صغار. أول شيء عن أهمية النضال، وهذا اللي عم بيعملوه الشباب الليلة هو نضال عن حقه حقيقي. لأنه بس يقول لي ديفان من شوي أنه نحن جينا زبطنا هيدا العشاء، ونحن ركضنا لحتى أمننا أنه يكون في وجود، ونحن هيدا البانل يلي وراك عملته اليوم أنا عبكرة وقصيت الخشبات وركبت عليه الفينيل لحتى يكون كل شيء جاهز. واحد بيعرف أنه قد ما نشتغل نحن وقد ما نتعب بدنا نتعلم من هو الشباب النضال، وبعدكم بأول الطريق. واللي صار الليلة معكم وآخر 3-4 أيام هو مرحلة صغيرة بتقطع، لأنه النضال ولا مرة بيكون بس قصص حلوة، بيكون نتائجه حلوة، لأنه بس تناضل إلا ما توصل على نتائج حلوة. بس النضال هو مصاعب، هو واحد يشوف وين في أوبستكلز ويقطع عنهم ويضل مقدم لقدام. وأنتوا اللي عملتوه الليلة ضليتوا مصرين بالرغم من الصعوبات يلي واجهتوها آخر يومين ثلاثة، أنه تضلكم مصرين ومصممين وتمشوا بهالعشاء، فيعطيكم العافية. بس الأهم هو التزامنا معكم، وهيدا الالتزام ببلش من يلي صار الليلة، من العالم يلي التزموا مع بعضهم وإجوا وحضروا العشاء وحطوا إيدهم بإيد المكتب المهني لحتى يخلوهم كفة لقدام. بس هيدا الالتزام هو على عدة مستويات، هو التزام بالقضية، هو التزام بالسياسة، هو التزام بطريقة العمل، هو الالتزام مع بعضنا البعض، لأنه ما حدا في كفة ولا بالطيار ولا بغير الطيار من دون ما يكون ملتزم معه ناس عم بيساعدوه ليقرب لقدام. نحن لازم نتعلم جدياً أنه كل واحد لحاله أكيد بيقرب لقدام، بس نكون كلنا سوا مع بعض منقرب أسرع ومنروح أبعد. فديفان نحن حدكم، نحن حد مكتب المهنيات، ونحن ملتزمين معكم لهيدا المكتب يضل ناشط ونشيط وقادر يجمع الشباب والصبايا ليكفوا لقدام. كنت عم بعطيكم مثل عن الدول المتطورة، لازم نعرف نحن أنه أكثر بلد متطور بأوروبا هو ألمانيا، بلد صناعي، بلد إنتاج كل العالم تتطلع له لتشوف النوعية والجودة الموجودة فيه. لازم نعرف أنه من سنتين بألمانيا تخرج 11 مليون طالب مهني، 11 مليون منا شغلة صغيرة، وهول 11 مليون تخرجوا من 40,000 مدرسة مهنية بألمانيا وعلمهم 800,000 أستاذ. هالقد حجم المهنيات بالدول المتطورة، هالقد حجم المهنيات بألمانيا وبأوروبا وبالصين وباليابان وبأمريكا، وهالقد الطالب المهني والقطاع المهني مهم، لأنه هذا القطاع المهني بيخرج ناس عندهم إمكانيات ذهنية، إمكانيات تقنية، كل العالم بيركض ليأخذها ليقدم فيها لقدام. ونحن إذا معروفين بهالمنطقة كل بلدان اللي حوالينا كانوا ينبشوا على اللبنانية، على الشباب والصبايا اللبنانية كرمال شغلتين. أول شيء لأنه نحن لبنانية وغير شكل، شيء وشبابنا وصبايانا غير شكل، بس تاني شيء لأن نحن معلمين وعندنا مهارات، وين ما منروح منثبت إنه مهاراتنا
بتنقل اقتصاد وبتنقل بلد وبتنقل منطقة من محل لمحل، مثل ما عملنا بالدول اللي حوالينا، ومثل ما عم نكفي بالانتشار وين ما منروح نفتخر انه في ناس لبنانية عم يطوروا العالم. الطالب المهني هو أساسي، أساسي لعدة أشياء. أول شيء لأنه بتخصصه بيكون متقدم على غيره، بيكون قاعد بمدرسة مهنية وأخذ الخبرة اللازمة وتعلم من أساتذة قادرين يوصلوا له النوليدج النوهاو تبعهم لحتى يروح على الاقتصاد ويطوره، لحتى يروح على الصناعة ويطلع منتج فينا نشوف حالنا فيه، لحتى نكون نحن بلبنان على عدة مستويات. وانتم بتعرفوا بيجوا على لبنان كرمال شو؟ كرمال خدمتنا وكرمال طريقتنا بالمعاملة وكرمال جودة انتاجيتنا. المهني مش بس مهني بالميكانيك وبالقطعة وبالسيارة، المهني هو بس نستقبله على المطار بالخدمة تبعنا، المهني هو بالتوريزم، المهني هو بالأوتيل، المهني هو بس حيلا حدا منا ينتج شيء، إن كان بيت إن كان غير بيت، حيلا منتج لبناني وكل العالم تروح تركض لتشتريه. فهيدا بيثبت إنه نحنا هلأ ديفان كان عم بيقول إنه نحنا عندنا طموح يصيروا 200، مش هيك كنت عم بتقول؟ أنا بقول لك لازم يصيروا 2000، وإذا ضليتوا بالطيار تشتغلوا هيك ال 200 بنعملها 2000. هذا الإبداع والابتكار يلي الطالب المهني عنده إياه، لازم يكون إبداع وابتكار ديفان وهالمجموعة لحتى نخلي المجموعة المهنية بقلب الطيار على طول عم تنتج لقدام وعم تعمل إنجازات وعم بتخلي كل طالب مهني يكون شايف حاله إنه في فريق سياسي، إنه في فريق طلابي، في شباب واقفين حده رايحين يشتغلوا معه لحتى نقدر نوصل لقدام أبعد وأبعد. وهيدا الطالب المهني الفرق بينه وبين غيره، هلأ عم شوف نسقنا ببعلبك الهرميل، نسقنا طبيب قعد 12 سنة 13 سنة يتعلم لبلش ينتج، بينما الطالب المهني بثلاث أربع سنين أو بسنتين بيكون صار بسوق العمل، بيكون صار حامل بين إيديه مثل الطبيب خبرة ومثل المهندس خبرة ومهنة في روح يبرم فيها وينتج مصاري ويعيش عائلته. فنحن ما لازم نستخف أبدا بهيدا القطاع، لازم نحط إيدنا معه ونمشي لقدام. أنا ما بدي طول، بس أنا بدي أقول أنه ما في اقتصاد بالعالم بعيش إذا ما في تقنيين متميزين فيه، إذا ما في مهنيين متميزين فيه. هلأ عم صور على بعلبك الهرمل وسيحني بوجهي، لأنه كمان وقت كنا ببعلبك الهرمل هديك النهار إجا عطاني هيك توب صغير في زفران. هيدا الصفران معمول صفران، بتعرفوا قيمته قد الذهب، يعني الواحد يلي ما بيعرف ما بعرف شو اسمه بالعربي، زعفران بلا، قاعد براس بعلبك وبالقاع عم ينتج زعفران، عم بيصدره لبرا، عم بيعمل له باكجينج، عم بيحط خبرته فيه. هيدا المهني اللبناني، هيدا المهني اللبناني اللي بيحط النوهاو تبعه، بيحط الادد فاليو تبعه لحتى يحط منتج فيه يشوف حاله انه عليه ارز لبنانيه وعم يمشي فيها لقدام. انتم بتعرفوا نحن كنا بلشنا اول ما بلشنا نشتغل بالان جي اويات يلي نتعاطى فيها، حطينا براس اولوياتنا الفوكيشنال تريننج، لانه بلا فوكيشنال تريننج ما في يد عامله مهنيه فيها تبدع وتقرب لقدام وتعطي خبراتها لقدام. انا بقول لكم نحن حدكم، نحن بالطيار بنشوف حالنا فيكم، نحن بنقول لكم كفوا، وقطاع الشباب جاهز ليساندكم، ونحن مركزيا جاهزين لنساندكم، ويعطيكم ألف عافية.